المرافعه تاعي اليوم اول بعدا دخلنا على اساس القضيه جاهزه، فاذا بعاوتاني يتقدموا بطلب شي محضر ما محضر للاسف على اساس تاخير، ثم استدعاء شهود واشخاص بدون عناوين، يعني شعرنا بان الغرض هو التاخير. وقلت له ودي هذا التاخير ربما راه عندهم فيه مصلحه يا ماديه يا معنويه او هما معا، ان التمطيط في هذا الملف اللي وصلنا حوالي 70 جلسه 3 سنوات ونص من الاعتقال خلال المحاكمه ومازال ما جاز الملف، يعني كل مره خلقوا سبب راه مساله كتثير الشكوك. المحكمه رفضت الطلبات، رجعت لبت في طلبات الموضوع، سالنا قلنا واش كنتوما؟ اذا انتوما كتقولوا السيد مات اعطونا الاراثه وشهاده الوفاه. اذا تقولوا مختطف قلنا فين؟ قلنا غير شكون انتوما؟ وقلنا شكون انتوما اللي منصبين ربعه الام والاخوه بصفتكم ايه؟ قاضي التحقيق في قرار في الانتداب كيقول المختفي. انت كتقولي ولدي اختفى، كطلبي محكمة تعيد التكييف، محكمة امرت باجراء خبرة قالت لك ودي ما يمكنليش انا نبت في جناية القتل وما عنديش ما يفيد الوفاة. قالوا ديك الجثة اللي 444 مشيو يديروا لها خبرة، مشاو داروا خبرة لقاوها تعمرة. بمعنى ان لحد الان ليس هناك ما يفيد ان المهدي التهامي بن علي توفي. الدليل ان مؤخر في التلفازه الخميس اللي قبل هذا كان برنامج مختفي ياك، واحد السيد كان شوف انا صدفه 38 سنه ومختفي 38 سنه. حنا كنا نسمعوا امو لقاته هنا عيطوا لها هنا قالوا هنا، وثاني الحكم اللي وريتكم مره فايته كتقول هي ان السروال ماشي تاع ولدي، العطاي ماشي تاع ولدي، التبن ماشي تاع ولدي، الصور ماشي تاع ولدي، هذا ماشي ولدي، انا ولدي. تما المحكمة ضمنت هاد التصريحات، والفرملي اللي قالت له وراتو التصويرة، قال هاد الولد راه جا في مرحلة متقدمة من التخدير، وراه تعالج وراه مشى. دونك ما عرفناش واش فقد الذاكرة، واش باقي تالف، واش في مكان، واش مختفي، الله أعلم. كان خصنا نبحثوا، هادشي اللي قلنا أن السيد قاضي التحقيق كان خصو يأكد لنا أنه هو كان قاضي التحقيق، ملزم باش يأكد الحقيقة، يبحث الحقيقة، عنده السرية، عنده انتقال، معينة، تصنت، يدير أي إجراء حتى يجيب لنا الحقيقة، ولو قعدنا 20 عام. كان العيب هو الانابه القضائيه اللي قام بها السيد قاضي التحقيق، سمع الام وعفاهم اداء اليمين، في حين ان اصول المتهم هما اللي كيتعفوا من اليمين ماشي اصول الضحيه. كيسميهم مره المشتبه فيهم، كيسميهم الشهود، شهود ضد انفسهم، يعني اخطاء قاتله. كثر ما هو منين جا الملف سمع الجوج، سمع الام وسمع سليمه بركات وصفاء اشفر، وحال الملف على فرقة الوطن شرطة قضايا قال لهم حقوا تاخذوا الاجراءات وشوفوا المكالمات وديروا الخبرات وما تروناه بدون ملاحظات. القانون كيمنع الانابه عندها شروط، هذه انابه عامه مفوضه بدون قيد او شرط مخالفه للقانون. الخبره خصك ديرها انت، ما تقولوا ديروا الخبره انت، خبره قضايا تشوف خبير في جدول. يعني عدد من الخروقات دعمناها باحكام القضاء المغربي والقضاء الفرنسي واراء الفقه المغربي والفقه المصري والفرنسي، وذلك بقصد مذكره ضمننا جميع العيوب نتاع الانابه القضائيه. وقلنا بان كان تسرع في الاعتقال، كان خاص الملف هذا خصو البحث، نتاكدوا باللي السيد مات اولا، من بعد نشوفوا شكون اللي باش مات، نحدوا سبب الموت، ونشوفوا شكون اللي عنده شبهات، وندقوا البحث ونخرجوا بنتيجه. هذا هو المنطق، هذا العداله الشعبيه دير هذا الشيء. اما باش نصيفطوا للابين بيجي منين جا تبين بلي هما كذبوا، قالوا حطيناه قدام الدار فاذا بهم حطوه. هذه الكذبه الوحيده دار لهم القتل العمد وعدم تقديم مساعده في حال الخطر وعدم التبليغ، في حين القانون كيقول لك اذا قتلت انت ما عندكش ما تبلغش، خص تبلغ انت لا شي جنايه اخرى، ماشي انا ملزم نبلغ على راسي. انا كمتهم عندي الحق في الصمت في الانكار غير مجرد اعتراف، يعني متابعات متناقضه. ركزتم في المرافعه ديالكم على ان قضيه التحقيق يعني اللي صدر ديال قضيه التحقيق شبهتها خروقات. قلنا الانابه كانت عامه شامله بدون عذر وانقلب الاستثناء الى اصل. فوض الشرطه القضائيه ان تقوم بما تراه هي، قال لهم كاع اعطوني ملاحظاتكم. واش دار تعطي ملاحظات ولا هما؟ شكون قاضي التحقيق هما ولا انت؟ شكون اللي حالوا على الوكيل العام؟ هذيك تعليمات على الوكيل العام، ديروا الخبرات والاجراءات وتاخذوا ما ترونه. اما الان انت مقيد بالواقعه اللي هي القتل، وخصك تعطيهم الانابه في حدود القتل، وما يمكنش هما عندهم سلطات اكثر من اللي عندك، وانت قاضي التحقيق قاضي القانون. عطينا احكام فرنسا، احكام مصر، احكام المغرب، احكام الدار البيضاء، وقلنا ماشي معقول، وحنا نستناو المحكمه ترتب الاثار، لان ما عطانا حتى نتيجه.
هذه إخلال شكلية، كان مشكل في صياغة الكلمات كيسمي مشتبه فيه. وهو القانون كيقول لي صيفط انت كقاضي التحقيق عندك متابعة مجهول خصك تسمع له كشاهد، ان عندك الفاعل مجهول ما سمع لهمش كشاهد. درت الانابه خصو يسمع لهم كشاهد، هما سمعوا لهم كمشتبه فيهم وذكروا ب 66 كيسمي المشتبه فيهم. دابا واش مشتبه فيه واش شاهد واش متهم، الا شي عنده اثار، عنده اثار للاسف ما كانش الدقه. قلنا له بكان تسرع في الاعتقال، خلي ما فيك عندك من 2016، خلي عندك 10 سنين تتبان الحقيقه فين المشكل، تاخذ اجراءات معاهم، سد الحدود، دير المراقبة القضائية، دير كفالة، دير لهم أي إجراء. ولكن الاعتقال ملي كتعتقل كيولي عندك واحد الأجل تاع سنة باش تحيل، كتولي أنت مقيد. مخرجة الجلسة أن المحكمة رجعت البت، تقدمنا بالدفوع الشكلية لجوج الدفاع. الآن حنا المحكمة أخرت الملف لإتمام الدفوع الشكلية 27/3، الاثنين اللي غتكون مع 12 لإتمام الدفوع الشكلية.